هلا والله شباب، حياكم الله في فيديو جديد لعبة مودرن وارشيب. نعرف احنا كنا الماسة من اجمل وافضل السفن بالاونلاين ومتاحة لاغلب الناس لانها بالذهب وتقدر تجمع ذهب لا ارت كوين ولا مدفوعة الكلفة بفلوس حقيقية. لكن الماسة يا شباب هي مشكلة بها اساسية كانت انه راجمتها لقوتها وامكانياتها بس ما تضرب غواصات. كانت تعاني هذه القطعة مع الغواصات رغم انه بها توربيدات. بهذا التحديث بالتحديد عدلوا الراجمة الرئيسية الماسة البي 100 وصارت تضرب الغواصات تحت الماء. فإذا عندنا يا شباب إذا الماسة تعدلت بشكل كامل، أصبحت متكاملة من كل النواحي بثلاث صواريخ ومدفعين كهربائية يا شباب MGL2 مع راجمتها الخطيرة ذات الأيم الصحيح والخطير، إضافة إلى توربيدين وثلاث مدافع اوتو وست دفاعات جوية متغيرة. التشكيلة شوفوها قدامك عشان حطيتها وراح اعدل شكلي بالتوربيد رغم ان سبار فشل التجربة بس متردد بيه للامانة ممكن اعدله. الماس الان 30 في جولد تسوى او لا؟ اكيد اكيد. انت الان راح تقول ما اقدر انافس اي سفينة، لا حتقدر تنافس مع هذه السفينة والفيلك تنافس اي سفينة بالارت كوين واي بارجة كانت بالارت كوين. اتسالك مشاركة، ليتس جو. اوكي يا شباب، قبل ندخل جيم بلاي اونلاين حبيت ان اوضح فكره نسيت اقولها، ان اضافوا لنا خريطه جديده اسمها الحدود القطبيه. اضافه خريطه جديده اسمها الحدود القطبيه يا شباب، هذه الخريطه متاحه الان يا اصدقائي، تقدر تشوفها بالاوفلاين وحتطلع لك بالاونلاين بعض الجولات تطلع لك يا صديقي. فالخريطه ضافوها لنا يا اصدقائي بالتحديث هذا، كانت موجوده سابقا. فصار عندنا خرائط 2 4 6 8 10 11 وخيط عاصف بالاونلاين 12 خريطه باللعبه. حلوين. اوكي يا شباب، احنا الان عندنا تعديل المفروض امور تمام. طبعا ما حكيتكم عن اكس 51 شباب، عدلوا بالاكس 51 زادوا السرعه مالته، صاروخ اكس 51 زاد السرعه مالته. عندنا حامل طائرات، عندنا حامل طائرات، اوكي اوب وغواصه، لا الامور طيبه ان شاء الله. اكس 51 زادوا السرعه مال صاروخ يا اصدقائي، بوم. فهذا ايضا شيء حلو وجميل. كنت انتظر هكذا تعديل، للأمانة كنت انتظر البدن مالته يتحسن اكثر. ميكس السيارة ام الكربون، حلو دا يشتغل صح. الله الله الله، الله الله الله، والله دمجت حياتك. تعال غواصة خلي اشوف هذا سمكس ممكن انه نجيبها. بابا 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 بابا، حلوين. احنا شو نريد؟ نريد ان الضربة ممتازة هناك على شيء محدد. هلا شوف التحديد، هذا الصحيح، هذا الصحيح، هي هذا الشغل الزين ابوي ابوي، هذا الشغل الزين. والباتل كروزر انت ايش بتبطل السالفة هاي مالتك؟ اوبو
شباب الله 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 مشكلتي الحالية ما أشوف نفسي حاليا. مشكلتي ما أشوف الحاملة حاليا إنها اللي صد. الله قاتلت بس ما أشوف الحاملة. يلا ناخذ جيم لاف أصدقائي. سبحان الله ما بالجديد يا شباب، طلعنا بجيم الثاني. عندهم حاملة، عندنا حاملة، لحظة يمكن حامل ايه حامل ما تنبوت. ايه زين زين، والتي تون عندهم صراحة بالحاملة. لعب دور يعني، انا فجرت باتل كروزر وفجرته بالدي دي ار، بس الحاملة بعد روح يعني اشتغلنا صح. الان امورنا طيبة، اهم شي تأكدنا وارتحنا يا شباب انه عندنا غواصة تنضرب بالراجبة. يا الهي الماسة، لحظة الماب حلو، شو هذا؟ اجوابي هاش شنو بركان هناك ولا شنو هذا؟ خلينا نحاول نكتشفه. اطلق ليث، سلام. بدون اهلا صد ارمي. وين يا بتيتون؟ ما هي شاقة بتيتون هسه، ما تدفع هاي خبزنا خبز مو ما شاقة. لا انا قلنا نحاول ابوت ولا حقيقي ابوت. زين ابو تيتون نتفاهم وياك، حلوين خذوا الكلات مالتنا. جيبه بقى، بس ابو تيتون عايش. ها مو بتيتون هم مات. تعال تعال ابو اللارين منور منور. اطلق اطلق، انت ميت ميت، وين تروح انت؟ ميت 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 ميت. جيبه لا زون زون زون. مين جبت؟ مين جبت الزون؟ جاب الزون. زون شنو؟ هاي ليش شنو سببها؟ انت تقول يطلع من الزون. هاي زين، هاي راح اكمل من عندي، راح اكمل من عندي. اوكي جميل، يعني خرافية خلاص، الماسة خرافية صارت. ادوس عليكم مشاركة وفي امان الله.